بذكريات 2007 الجماهير العراقية الحاضرة لمباراة العراق أمام فيتنام تمني النفس في وصول المنتخب إلى أقصى مراحل كأس أمم آسيا التي تحتضنها الإمارات. بحب كبير وأمل في تحقيق نتائج إيجابية في الدورة 17 من كأس أمم آسيا لكرة القدم، كان للحضور العراقي بملعب مدينة زايد مميزا في أول خرجة لأسود الرافدين. والله العراق مستعد، السداده جيده، وان شاء الله اليوم يعني الفوز 3 نقاط 100% ان شاء الله ماخذيها باذن الله. متاملين خير من يعني من الفريق ومن الاداره مالته، يعني الاتحاد العراقي ان شاء الله داعم لهالموضوع. اول شيء نبارك هذا الجمع المبارك لجمهور المنتخب العراقي، نسال الله التوفيق له في مهمته القادمه ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله فوز عراقي، وان شاء الله الكاس عراقي باذن الله عز وجل. مبارك للجميع وهذا الجمهور الطيب اللي إن شاء الله يوصل الفرحة لأهلنا. لعبت وانتهت بفوز ب3 أهداف مقابل هدفان، نتيجة منحت فرحة كبيرة للجماهير العراقية. يعني كيف أقول لك، الجول النهائي كان فاول جميل من علي عدنان. أحلى تحية علي عدنان أول شيء عشان اسمي علي. والله مباراة صعبة بس الحمد لله يعني قدرنا نفوز ونأدي، والفريق سجل هدف جميل بالنهاية، والحمد لله يعني ما كنا متوقعين مباراة صعبة بس الحمد لله يعني. والله ما قصروا المنتخب العراقي، ما قصر، لعب آخر اللحظات الأخيرة شوية ذب جهده وتعاونوا بيناتهم آخر اللحظات 5 دقائق بس الشوط الأول ما لعبوا. بدأنا المباراة بشكل جيد وكان لزاما علينا أن نحافظ على ذلك. لا أدري ما الذي حصل، أنا متأسف لتضييعنا نقاط المباراة. الحمد لله فيعني جت الجوال، هو تنبأ أنه حيصير علي عدنان حيقول بالدقيقة 90 من ضربة حرة، والحمد لله تنبؤ مالته طلع صحيح والحمد لله. بالنسبة للعراق عادي مش صعبة. فوز مهم بالنسبة لمنتخب العراق وفرحة جماهيرية كبيرة ليكون الموعد القادم في مواجهة منتخب اليمن. لقناة الشارقة الرياضية زكريا مستوي من ملعب مدينة زايد أبو ظبي.